مرحبا شباب، طبعا سألعب المهمة الموجودة هنا. اوكي، مكالمة اتتنا من البداية. يلا، من؟ لا لا نريد، لا نريد هذا الشباب. ما اسمه؟ اتوقع سيزر، مدري من هذا اللي يتصل بنا لكي نجمع المال. لا نريد هذا يا حبيبي في وقت لاحق. يلا نلعب هذه المهمة بما انها قريبة منا. او ترايدر. اوكي، بارتنر، من هذا؟ وات؟ مدري شباب لماذا يعني تتسرع؟ هل تلك مقاطع يعني او صوتيات محذوفه ام ماذا؟ قولوا لي في التعليقات ليش تتسرع بهذه الطريقه. المهم اوكي، يلا تراجع، تعال نريدك. واذا ذهبنا راح اكيد راح نذهب، فناخذ هذه الدراجه. جميل جدا، يلا انزل. نعم، توجد علامه زرقاء شباب، يا رب وما يكون هناك اي شرطي. جميل جدا. الان يلا شباب، من اين نذهب؟ من هون. اوه، من هنا. اوكي، ذلك ال ما اسمه الجي بي اس. اوه اوكي، ايش هذا؟ يلا يا حبيبي، طبعا سنتبع الجي بي اس شباب، يورينا الطريق الصحيح. نعم، وطبعا امطار وهكذا، ترون هذا. واعذروني شباب اذا يعني ما قاعد اتكلم يعني بحماس بشكل كبير، يعني لاني مريض. نعم، ادعوا لي بالشفاء، مريض يعني بالزكام، ادعوا لي بالشفاء شباب. اوكي يلا يا حبيبي، نعم سنذهب من هنا شباب، وتقريبا وصلنا. هيا، اوكي والله الامطار زادت، ايش هذا؟ نعم لقد وصلنا. اوه، كاتسين، يلا خلينا نشوف كاتسين. يلا يلا. اوه، هدوء. ما هذا؟ لماذا هدوء هكذا؟ انا وحدي، اترون شباب؟ ما هذا؟ من غير موجود اي شخص، ووجد السيارة مفتوحة، ايش ده؟ والله ما ادري شباب ايش الوضع. اوكي، ايش هذا الهدوء؟ اوف، تيبون الكلب. يا تيبون، ايش قاعد تسوي؟ واو يا الخائن، يهددني والله خائن. ترون شباب؟ عن ماذا يتكلم؟ صح، يوجد شرطي هناك وما لاحظنا شباب. أرأيتم؟ وطشيت. يلا طلع سلاحك أنت أيضا يا سي جي، عندك المفرض أو لا مدري. والله خايف شباب سي جي، ترون؟ أوكي، الله يقلع، لو ما كان عنده السلاح والله أجلده. حتى هذا، والله ما ادري ايش وضعهم هذا، خصوصا ذاك تيبون. صارون يهددني غير موثوق به والله. اوكي يلا، معنا راكب. اوه، تيبون وذاك الشخص شباب اللي ما ادري وش اسمه. يلا يا حبيبي، نروح ما اسمه درايف تو ذا فانس لوكيشن. اوكي يلا، فانس. اوكي فان شباب، يلا سنذهب اليها ونشوف موضع الفان هذه اللي يقولون نروح لها. هاي قريبة جدا الحمد لله. اوكي جميل، لا تصدم لا تصدم، ابتعدوا ابتعدوا. اوكي اعطيها تفحيطة، جميل جدا. وصلنا للفان، بايك، يلا دراجة. اوكي نعم، يلا راح راح. اوكي يلا اراك لاحقا، مع السلامة. اوكي الان نذهب شباب في هذه الدراجة. يلا اوكي، يوجد ار بي جي والله وسنايبر، يلا ناخذهم. انا والله ما عندي اي شيء، فراح اخذهم، افضل لي الصراحة. اوكي يلا اختار هذا الار بي جي، ما ادري ليش اعطونا، لكن يلا جهزه. قلتش يا شباب هذه الفان، انظروا لم تظهر الرسمة حقتها اظن، وهي هكذا والله ما ادري، اظن قلتش، انظروا والله ما ادري. اوكي يقول لك يوزد روكت لانشر تو ديسترويد رود بلوكس. اوكي رود بلوكس، اعداء شباب يعني، لانه في الخريطة توجد علامة حمراء، لازم نسبق هذه الفان ونحميها شباب، لانهم يعني يوقفوا في طريقنا، يعني ما يخلونا شباب، ما يخلوها تمر. فيلا يا حبيبي، اوكي يا رب الحمد لله ما سقط. يلا بسرعة بسرعة يا حبيبي، والله عندنا 20 شباب طلقات الار بي جي، لازم نحافظ عليها الصراحة. وايضا يوجد اعداء هنا كثيرين والله، علامات حمراء. اوه يلا يلا، تعالوا تعالوا يا كلاب، راح اوريكم. يلا ها، بوم،
اوكي وطشيت تعدت ما اسمه تعدت شباب السيارة رأيتم ايش صار؟ اوكي الان تفجرت. يلا يلا اللي بعده كلير ذا نيكست رود بلوك. واو نيكست يلا يلا نيكست نيكست. لا لا ابتعد هنا ابتعد ستنفجر. والله ما ادري اذا راح تنفجر ام لا، ما انفجرت. يلا يلا الحمد لله ايش ده شباب اشتعلت وما انفجرت. اوكي يلا الشرطة هنا، ابتعدوا ابتعدوا يا الشرطة لا نريدك الان، ليس وقتكم والله، لازم نوقف بعيدين عنهم شباب لكي لا يعني يطلقوا علينا او شيء. مجهزين نفسهم الكلاب. بوم يلا بس يلا يا كلاب تستاهلوا. بوم هاي سيارة اخرى. اوكي بوم فوق ايضا خرا هو واحد اخر. ايه صح لازم الوت، وش قاعد تنتظر يا وليد؟ لوت لوت نعم بهذه الطريقة. الام بي 5 والله رهيب، لازم الوته. يلا خلاص اوكي يلا جمع لي الفلوس، نعم راح نحتاجها. خلاص الان والله الفان ما ادري اين هي شباب، الفان يعني بعيدة لم توصل. فيلا يلا الان نروح. يا رب والله اشتعلت مرة اخرى، يا رب وما تنفجر يا رب يا رب. اوكي بس وطشيت. طيب كيف اعرف المرة الاولى اشتعلت وما انفجرت، ليش الان انفجرت؟ يلا يلا مرة اخرى شباب. اوكي ابلعوا يلا روح، هذه المرة ما راح اخلي ترون كيف مرت عليه، محظوظ والله. اوكي يلا يلا ناخذ شباب الرصاص. نعم طبعا الان لازم ما اخلي شباب الدراجة تحترق، نعم لانه راح تنكبنا يا حبيبي وغير آمنة نهائيا، ما تعرف اذا راح تنفجر ام لا، لانه مرات تشتعل وما تنفجر ومرات تشتعل وتنفجر، ما ادري وش لازم تسوي، لازم تنزل وخلاص، لازم تكون يعني هكذا حريص او لا ادري. اوكي يلا ما راح نمر من النار وخلاص هكذا. يلا تعالوا والله هذا الار بي جي شباب جلدهم جلد، ابلعوا كل مره يكثروا اتوقع، والله ما ادري شكلهم يكثروا شباب. ابلع والله جلدتهم. اي لازالوا فوق اظن، اين هم؟ اين البقية؟ ما ادري شباب اين البقية. لا تنحرق لا لا لا، خد ارجوك لا تنحرق. الكلاب الكلاب اوكي ابتعد ابتعد عنهم الخارة. تعال نايس والله نايس. يوجد ايضا شخص شباب انا اراه، نعم هناك. اوكي ما يقدر يقيم عليه، يا رب وما ينحرق. تعال ايضا واحد اخر الخرا، ايش قاعدين يسوون فوق؟ مدري لازال اعداء والله. ايش هذه المهمة؟ اقفز نعم الحمد لله. يلا غير للار بي جي، يلا يلا سريع سريع قبل ما توصل الفان، سريع سريع يا سي جي. يلا راح، نعم يعجبني لما يقفز بهذه الطريقة. لا تنحرق يا الدراجة ارجوك، ابتعدوا ابتعدوا ليس وقتكم يا الناس. اوكي يلا يوجد شرطي، يا رب وما نحصل على نجمة شباب. هاو اوكي بام اوه والله ما يسوي لنا اي شيء الشرطي. اوكي قضيت على الشرطي ولم احصل على نجمات، غريب مره ترى شباب، غريب الصراحه لعبه جي تي اي سان اندريس. يلا خلصنا. اوكي ايش ده؟ اتت طفايه الحريق شباب ولا ترون ما زال يسقط شباب هنا في النسخه المحسنه. اوكي ما شالوها يعني، اكيد ما يشيلونها يعني شيء ضروري، لكن شكل الماء والله رهيب شباب، انظروا فيه واو والله رهيب جدا. يلا يا حبيبي الان ايش لازم نسوي؟ نرجع لدراجتنا ضروري، وش نسوي؟ خلاص نروح للفان حقتنا او هذه اللي ليست حقتنا اللي قاعده يعني تمشي. اوكي يلا اوه الان تصلحت شباب، ترانسفوندر ترون تصلحت يعني اللوجو هذا حقتها. اوكي يعني خلاص ظهر كان مقلتش من قبل. اوكي سدين الطريق، ابتعدوا اي ابتعدوا من هنا، والله انظروا تتعداهم رائع. لكن لماذا تمشي ببطء شباب هذه الفان؟ لماذا؟ انظروا هادئة جدا حتى ما تسمع صوت المحرك يعني، او يعني صوتها لما تمشي ترون. لا والله ما ادري هادئة جدا. اوكي وصلت اوه وصلت، يلا لازم ننتظرها حتى توصل. اوه تعاوننا مع هذو العصابة تلك، عصابة الأزتيكاس اسمها. اوكي يلا حميناه، ثلاث نجمات. ليه ليه 9000
والريسبكت ايضا، ليش اعطونا ثلاث نجمات غريبة؟ اوكي يلا بسرعة نروح نسوي سيف، وايضا شباب نلعب هذه المهمة اللي موجودة، والله فيها علامة في الخارطة ترون، هذه المهمة الموجودة هنا يعني فيها علامة الشرطة لون الاحمر والابيض والازرق. نعم اوكي سوينا سيف يا حبيبي، يلا حرف السي هاي في الخريطة ترون فيها هذاك يعني تيمبيني اظن المفروض سنيل تريل، لانه جيثرو، لانه شباب تعرفون لما يحطوا قلت لكم لما يحطوا لك تلك الالوان هنا في النسخة المحسنة من قبل ما كانت موجودة، لما يحطوا لك تلك الالوان في المهمة تعرف بانه موجودين تيمبيني وبولاسكي، هذا الكلب كلاب كلهم اصلا. اوكي هذا بولاسكي الغثيث، الله يقهر شباب شوفوا شكله يقهرني الصراحة. اوكي يلا يا حبيبي اوكي ما الوضع انا ايش فيني كأني صرت احبه، ما هذا اتكلم يعني عادي، هذو كلاب هذا. اوكي some young journalist out there is trying to get a name for himself. Okay. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up. شباب والله يقهر. Shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. Okay. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. ما هذا؟ ما هذا؟ ايش اعطاني؟ ورق جريدة. نايس بليس. نعم يلا شكرا. اوكي يلا شباب الان ايش نسوي؟ اعطاني سنايبر رايفل. اوكي تيمبني هاز هيدن، خبى شباب خبى سنايبر ذاك تيمبني. اوكي نروح يعني له السنايبر. اوكي نروح له يلا، والله موجود هنا. يلا يا حبيبي جميل جدا، ناخذ هذا السنايبر يلا سريع، اخذناه يلا احصل عليه. الان ماذا؟ نركب في دراجتنا ونروح لما اسمه الكرامبيري ستيشن. اوكي يلا يلا، قطار هذه محطة القطارات شباب. فولو ذا ترين، نتبع الترين شباب، هيا بنا جميلة المهمة. والله انظروا نرى شباب من هنا جبل تشيلياد، ايش دي النسخة المحسنة الرهيبة، ايضا الجو في الليل الغيوم، انظروا والله من هنا نرى جبل تشيلياد ترون، والله نسخة يا حبيبي محسنة بشكل مرة كبير. اوكي يلا نتبع هذا القطار، الى متى؟ والله ما ادري شباب الى متى، لكن سنتبعه ونشوف. قطار. اوكي الحمد لله اني كنت هنا شباب. اوكي لو صدمني والله اسقط وهذا القطار يبعد عني، فلازم تكون حريص باتم معنى الكلمه. مره ثانيه قطار اخر، ايش ذا شباب كل شويه يرسلوا لي قطارات في طريقي يعني. اوكي يلا يلا كذا النظام يعني، يلا يلا مشينا الى متى نبقى نتبعه والله. اوكي بعدنا اتوقع، نعم هنا نحن. اوكي نحن يعني في لوس سانتوس. والله قطار ثالث شباب ترون، ثلاث قطارات في نفس الوقت اعوذ بالله، والله ما ادري ليه الصراحه قاعدين يرسلوا لي قطارات كل شويه. صح هنا محطه قطارات والله. اوكي اتذكر هنا يوقفون، راح يوقف. اوكي ذا ترين از اوبريشن ماركت ستيشن، ذا ريبورتر ويل بي. اوكي ما ادري سبوك، ما اسمه الفوق شباب سبوك او ميتر ما ادري. يلا خلينا ننزل ونشوف. اوكي عدو، شباب لا تقول لي لازم ما نقرب منه، اتوقع نعم خلينا نجرب نقرب منه. لا 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 اخاف ان يكشفني الصراحه، والله اخاف شباب. يلا نتخبى هنا. اوكي ها هو شباب العدو. اوكي وين رايح؟ خلينا نشوف. طالع شباب، نزل من القطار وهو طالع. لا تقول لازم نتبعه ونقضي عليه بالسنايبر، والله اظن شباب لانه مستحيل يعطونا سنايبر هكذا فقط من دون يعني ما نسوي به اي شيء، اكيد لكي نقضي بها على شخص لازم نتسلل ضروري، مهمة التسلل. اوكي جميل الصراحة، يلا
نذهب من هنا ببطء. اوكي، ها هو شباب فوق، ترون؟ يلا ايه، انقلعي من هنا، ما لقيتي وين تمشين. اوكي يلا نصعد شباب، نروح. والله اني خايف الصراحة. يلا روح. اوكي نايس، يلا ننتظره، ننتظره. شو وش قاعد يسوي اصلا؟ ليش وقف؟ مدري. يلا خلينا نتفرج. والله مين ما رهيب الصراحة شباب، رأيتم؟ هكذا نتبعه ومدري ايش. ايه ايش قاعد يسوي؟ ترون؟ ايه، اوه يركب التاكسي، رأيتم؟ كان يسوي ستوب. نعم اوكي، رأيت، نعم مد يده، لذلك راح. اوكي الان لازم نتبعه شباب. يلا ناخذ سيارة. ايه سيارات 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 سيارات، بسرعة بسرعة بسرعة. هي ليس وقت للتبطيء وهذه الاشياء، تضييع الوقت. نعم لازم نسرع. هي بسرعة بسرعة، اللي راح علينا بسرعة يا وليد. ابتعدوا يا الشرطة، ابتعدوا، ليس وقتكم يا خارة. يا الله ايش هذا، كنت عارف والله انه راح نخسر، لانه بعد على اوه الحمد لله، والله من هنا الحمد لله الحمد لله على نعمة التشيك بوينت. اوكي يلا شباب نتبعه الان، قاعدين نتبعه. ما ادري الصراحة وين ذهب، والله ما ادري، لازم نبقى. ابتعد، والله رأيتم فوق شباب ذلك الخط، يعني لما قربت منه امتلأ، لازم ما نخليه يمتلئ. نعم هذه هي مهمات يعني التخفي. اوكي ياي، ظننت بانه هذا التاكسي هو هذاك، ايش ذا يا وليد. اوكي يلا بسرعه بسرعه، والله الصراحه اليوم شباب اليوم والله حر حر بشكل ما تتصورون، والله كبير مره شباب الحر، يعني كثير بشكل كبير شباب الحر. نعم عندنا يعني والله انا معرق الان، فيلا يا رب ونفوز بسرعه. خلينا نفتك يا حبيبي. اوكي داير من هنا، هنا شباب مقفل طريق، صح نعم مقفل طريق، انظروا والله مقفل طريق. وين رايح؟ مدري شباب وين رايح. يلا خلينا نشوف. اوكي لا تمتلئ يا الخط، لا تقهرني لا تخوفني. اوكي وتخلينا نعيد من اول، من محطة القطارات. اوكي يلا يا حبيبي خلينا نتبعه. نعم هنا شباب نهاية الطريق اتوقع، لانه خلاص وين ذاهب، والله مدري وين رايح. خلينا نتمشى ونشوف يا حبيبي. اوكي يلا يلا، نعم راح يوقف اتوقع. اوه تشيك بوينت سيف. اوكي يلا ننزل شباب ونستعمل السنايبر اللي كيناره. نعم راح. اوه اوكي يقول لنا اتوقع يستخدم شباب السنايبر، اقضي عليهم نقضي عليهم، بام يلا. ها اوكي بو، اوه ما اصابته، كيف غش هذا. يلا يلا نروح نقضي عليه شباب، الحمد لله ما خسرنا لما هرب، ظننت بانه نخسر. تاب تو فاير، ترى فوق يقول لنا شباب اقضي عليه. يلا بس يلا، مات بابشع طريقة الصراحة. اوكي يلا الان شباب خلاص فزنا الان. ايه والله بعدنا، لا تقول لي نرجع من هنا حتى سانفيرو، لا اله الا الله، من هنا نرجع الى سانفيرو. يا الله طبعا راح نلعب شباب مهمة زيرو، نعم تلك المهمات الصعبة، لكن من هنا نروح الى سانفيرو. والله بعيدين نحن، اوف اخيرا ايش ده، والله البعيد جدا المكان شباب بعيد. اوكي وصلنا يا حبيبي. ايه صح، لا تقول لي تلك المهمة اللي في رأسي مهمة زيرو، لا تقول لي بانها هي، تخيلوا تكون هي، لاني مهمة زيرو انا متذكرهم شباب. اوكي نيو موديل ارمي، يلا لا تقول لي تلك اللي في رأسي. واو لا تقول لي، اظن هي شباب. راح نختم اتوقع بمهمة مرة مرة صعبة فوق اللازم شباب، صعبة فوق اللازم. اوكي يلا. والله الصراحة ماني جاهز مع هذا الحر، وانا معرق يا الله، والزيادة على هذا يعني مريض بالزكام. واو الله يعين، الله الله يعين. اوكي ايش في؟ ليش يبكي؟ مدري. فايت تو ذا ديث،
والله يا الله يا الله، الله يعيني، والله الله يعيني، والله هي الشباب. وايضا راح تكون اخر مهمه، مهمه زيرو، لان مهمه زيرو ثلاث مهمات شباب انا متذكرهم، فهذه هي الثالثه الاخيره شباب، لانه لعبناهم مهمه زيرو من قبل، لعبنا مهمتين، هذه الثالثه وراح تكون اصعب مهمه. جهزوا انفسكم. اوه يلا يلا نروح. سبع دقائق. ايه ليش الكاميرا بهذه الطريقه؟ ما ادري شباب، تعوقت قبل قليل، رايتموها. الان وش نسوي؟ هي نسيت وش لازم اسوي يا حبيبي، وش قاعد تسوي يا وليد؟ صح، لازم ننزع هذا البرميل. يلا يلا يلا، اوكي. اوه نقدر حتى من دون ذاك المغناطيس شباب هنا نبعد البرميل. شوفوا هذه، الله يقلع هذه الطائرة شباب اللي هنا، الهليكوبتر. ابتعدي ابتعدي يا خرا، ابتعدي، بعديها بعديها، ما نحتاجها. يلا ها لصقتها، ارمي. يلا يلا سريع سريع سريع. نجيب جسر. يلا روح سريع. ها شوفوا الكاميرا شباب تتعوق بعض الشيء. ايش ده؟ ما كانت هذه موجودة في النسخة اللي من قبل؟ ما ادري. يلا ناخذ هذا الجسر يا حبيبي. اي اي ايش ده؟ يلا هم؟ ياي. اوه اخيرا. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة، لا يموتونا، لأنه يوجد هنا شباب دبابات. أتذكر نعم، كم مرة قلت لكم أتذكر. خلاص يا وليد فهمنا. أوكي يلا يلا يا حبيبي، يلا ببطء لسه. يا وليد يا وليد، إيش قاعد تسوي؟ والله صعبة، ما نكذب شباب صعبة جدا. يلا ببطء ببطء. أوكي لصقناها والله. روح الآن نتبع الطريق لكي نعرف. دبابة دبابة، بسرعة بسرعة قبل ما توصل السيارة هذه. يلا بسرعة بسرعة نجيب شباب قنبلة نفجر أم الدبابة هذه الموجودة هناك. يلا، لكن أنا أرى في الخريطة شباب أربع علامات حمراء، يعني أربع دبابات. الله يعيننا والله. أوكي يلا يلا سريع سريع، خذ. نعم أخذتها. سريع 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 يا وليد، يا رب يا رب. اوكي لم توصل الى، والله ايه ايش صار؟ مدري. يلا سريع سريع، شوفوا تلك الهليكوبتر كيف تضع شبه في البراميل، الله يقلعها. يلا تعال يلا. اوكي فجر. اوف اوف اوف، يلا ارمي هذه هنا، ابعدها. نعم اللي بعده. يلا اوه يوجد براميل هنا كثيره والله. اوكي انزل انزل ببطء. يلا يا وليد لا تقهرني، يلا تقهرني، يلا خلينا نفتك من هذه المهمة. والله تقهر شباب حرفيا الصراحة، صعب التحكم صعب التحكم، هنا تكون الصعوبة. نعم يلا نكون سريعين شوية. اوكي دبابة شباب، انقلعي الدب. اي وصلت. لا لا سريع سريع، والله وصلت شباب، انا لم الاحظها. هي اين القنابل؟ اين اين القنابل؟ لا تقول لي صار جليتش شباب، لا تقول لي اين القنابل. وات شيت، والله صار جليتش اتوقع، صار جليتش. ايش ده؟ يا الله يا الحظ المعفن اللي عندي. يلا يلا شباب نروح نجيب قنبلة أخرى، يا رب والآن ما يكون صار جليتش. أوكي الآن ما صار جليتش، رسبنت مرة أخرى. نعم لأني فجرت أنا من قبل. أوكي من قبل رأيتم الجليتش اللي صار، يعني كل شيء اختفى. طيب وش نسوي؟ والله غريبة. يلا يلا أوكي قاعدة تتمشى. يوجد برميل هنا، لكن أتوقع تقدر تمشي. نعم تقدر تمر. الآن شوف شوف، أوه دبابة، تعالي تعالي. لازم نجيب أيضا جسر. بوم بوم، أوه لازم نجيب جسر. الحمد لله ما تضررت، والله الحمد لله شباب. أوكي يلا يلا بسرعة نروح نجيب جسر. أوكي توجد دبابة، دبابتين. والله أقول لكم ما راح أجيب جسر، اكتشفت شباب استراتيجية، يعني مو لازم تتبع بالترتيب، يعني تسوي المهام بالترتيب، تقدر يعني ما تجيب الجسر هذا اللي كي تمر. وراح تجيب القنبلة، جيب القنبلة يعني وفجر قبل ما تحط له الجسر، تحط لها للسيارة. أتمنى أنكم فهمتموني شباب.
لكي لما توصل ما تعيقاتك الدبابات، لأنها أغث شيء هي الدبابات، والله أغث شيء. وتبقت عندنا دقيقتين أو 4 دقائق، إيش دا يوليد؟ يلا بسرعة بسرعة أقضي على الدبابات شباب، لأنها أغث شيء كما قلت لكم. يلا توجد هذه الدبابة فقط، والله أظن هذه الدبابة فقط. أوكي، لأنه توجد علامة حمراء أخرى لكن غير ظاهرة شباب تلك الدبابة. إيش ده؟ ما أدري. ها انظروا في الخريطة. أوكي ها شوفوا شباب، يعني تلك صح. لا لا والله، والله توجد دبابة. إيش ده يا وليد؟ بسرعة 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 نجيب قنبلة. نعم. موفير 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 تورير تربوشير تربورير. انا افهم يا زيرو وش قاعد من فترة وانت تتكلم، والله غثني هذا ايضا. المهمة صعبة وهو ايضا يغث بكلامه. يلا خلينا نشتغل يا زيرو. اوكي لا تقول لي الان راحت الدبابة، لا تقول لي لما جبتها اختفت. ايش ده؟ والله الحظ معفن الصراحة شباب. اين الدبابة؟ انا لا ارى اي دبابة. الله يقلع ابو دراس. يلا خلينا شباب ننزع البرميل اللي في الاسفل ونجيب لها جسر. اوكي يلا بسرعة، لا يوجد دبابة شباب والله. يلا يلا راح راح نجيب جسر. اوه علامة خضراء، ليه؟ ما ادري شباب تلك العلامة الخضراء ايش يعني؟ لا ايش ده؟ اوكي يلا يلا سرع سرع سرع. روح روح بسرعة، الوقت الوقت. ظهرت علامة خضراء بعدها اختفت، ايش الوضع؟ يلا نحط لها جسر لكي تمر هذه السيارة الصغيرة الكيوت. يلا. اوكي. خلصنا تقريبا، فقط هذا الجسر شباب. وبعدها نبعد فقط البرامج. أسهل شيء والله. أوكي لكن والله الدبابات غثتني، والله غثتني شباب. أوكي مع هذا الحر وكل شيء، المعيقات اللي عندي أنا الآن. أوكي الحمد لله راح نفتك شباب بإذن الله. أرميها يلا بسرعة. براميل براميل موجودة بشكل مرة مرة كثير شباب. يلا خلصنا. أوه برميل فقط. يلا ايه هذا العلامة الحمراء هي تلك الهليكوبتر. ها والله يوجدون كثير. ايش ده؟ يلا خلصنا. ايه اتوقع خلصنا. تقدر تمر المفروض. يلا يلا تقدر تمر، والله تقدر تمر. اوكي الحمد لله انقلعي. يلا فزت. يلا لازلت تحطي انقلعي. اوكي يلا خلصنا شباب الحمد لله. امسح العرق. يلا امسح امسح. أنا معرق حرفيا الحمد لله، والله طولت فيها الصراحة شباب. أوكي مع ذلك الجليتش أعدتها من جديد. أوف الحمد لله يلا فزت. واو والله تريح هذه المهمة، هذه قصدي الموسيقى ليست المهمة. أوكي وضعون هذه علامة الضوء، قلت لكم شباب هذه آخر مهمة خاصة بمهمة زيرو. اوكي هنا هذه العلامة خاصة بالفلوس، تتجمع فلوس هنا ونحن نجي ناخذها، لأنه هذا المحل شباب حقنا أتوقع ليس حق زيرو. ما أدري قولوا لي في التعليقات لأننا اشتريناه شباب. اوكي يلا أتمنى يكون عجبكم شباب الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.